النجاح يبدأ بخطوة. كان عندي بروبليم كبير تاع النقل، كنت صغير سما مالي كل يوم كنت نوت ستوب، ايماجين يوميا. واش كان في عمرك تماك؟ كنت عندي 15 هكا 15 عام، كل يوم كان ما كنتش خايف قد ما يصراليش، قد ما البرد والشتا والنولي كتفوز علينا باش تواقف دير في ستوب، كاين اللي ما يبغيش يرفد كاين اللي يخاف. في الامس القريب كان ما يملك حتى شيء. انا ما قلتش رزقي جلا باغي هكا، انا قسم بات برا خدمت الحدادة، خدمت بزاف. كنت صغير انا ما كنتش كاين نخدم بزاف هنا، شايف بارابور على وهران وعلى الجي وعلى قليله بزاف، ما عنديش واش نخدم. حنا كنا صغار ما تعلمناش حرفه، ما دخلناش حرفه، ما دخلناش قرايه، ما قريناش. راك شايف قرايه باش تقرا ما كانش لي مويان بزاف، ما كانش لي يعاونك، ما كانش لي يعطيك باش تخدم، كاين فلاحه ولا تسرح الغنم زرع الغنم ولا شو ود الفلاحه. الفلاحه ما كانش فلاحه بيريود، انا يعني نخدموا ربيع يعني الصيف الشتاء تكون كاينه ما كانش خدمه، فهمني. انا قلت نسيت التجربه تاعي، التجربه تاعي بغيت نسيها، نسيها في التجاره. دخلت التجاره، دخلت صغير 14 عام، دخلت نخدم هنا في سونتر فيف تلمسة. كان عندي بروبليم كبير تاع النقل، باش نود من سونتر فيف نود العين زعما ما كانش كاين النقل. انا ما نكملش بكري في تلمسة، كنت صغير. كنت طلعت لاسطنبول ب 400 اورو، شيت البي وكاع، شيت البي على ال ايطالي، درت لي سكال نطلع الروم، من وهران الروم، من روم اسطنبول. البي خلصتها 17%، 1,700,000 هذاك الوقت، 1,700,000. طلعت ما نعرف حتى واحد في اسطنبول وحدي. طلعت هاك شحال كان في عمرك طلع الاولى؟ بالك 20 عام. 20 سنة؟ 20 سنة؟ صغير. كمل لي. دخلت طلعت اسطنبول ما نعرف والو والو. دخلت كان قاعد المطار القديم، ما كانش كاين المطار الجديد هذا. دخلت طلعت بقيت نسقسي وصلوني. طلعت لبايازيد. دروك دخلت لبايازيد دابا كنت دخلت لها، دخلت لها 11 تاع الليل. 11 تاع الليل 11 ونص. 11 تاع الليل 11 ونص. خصني دروك وين نبات ولا ما عنديش. لي زوتيل وين نمشي نروح نسقسي كانوا 25 اورو 30 اورو. الليلة. الليلة. سما غادي نخلص لوطيل. ابري لوطيل. ما تخش تشري سلعه، ما تخش تجيب والو. كان والو مزاي. روح خدم وخلص. بقيت نخدم ونخلص. نخدم ونخلص. كاين تجار ما شاء الله ناس مربيين متواضعين. كاين تجار والله العظيم ما نعرفهم. ما نعرفهمش. جامي حكيت معاهم، جامي تلاقيتهم، جامي. يهضروا فيا وصلوا هضروا فيا في مصانع اللي نخدم فيهم. مع الاتراك ومع الاتراك اللي جا عندي لايف ماشي بزاف. مصنع في الترك خديتها هنا، خديت باش نخدم مع انا كاع الملابس تاعو اللي يخدمو حصري معناتها تدي ناخذهم انا. وهذا السيد يخدم معاه واش يعيط له واش يقول له؟ قال له لا هذاك ما تبيعلوش سارق، هذاك خاين، هذا تزيري. انا ولد بلادك ولا عندك حاجه روح قولها لي ليا، على تضل الناس. شتني انا سراق؟ شتني انا خاين؟ لا انا ما نديش رزق الناس، انا الناس كاع تعرفني بلي ما نديش رزق الناس. انا وكان جيت ندير رزق الناس اسكو ندير لايف بوجهي، فهمتني؟